خليني احكي لكم عن تطبيق خيالي اسمه يانجو بلاي. هو تطبيق بيجمع بين كثير شغلات، منهم تقنيات البث الفيديو والموسيقى والالعاب المصغره، مع تقديم خيارات ترفيهيه متنوعه بدعم من الذكاء الاصطناعي. تقدروا تنزلوا تطبيق يانجو بلاي عن طريق السمارت تي في، وايضا عن طريق تطبيقات مختلفه مثل الاب ستور والجوجل بلاي، او من خلال رابط مباشر على موقع يانجو بلاي play.yango.com. طبعاً الاشتراك في يانجو بلاي بتضمن فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوم، تليها خطة اشتراك بسعر 3 دولار آسف بس. طبعاً هذا الاشتراك لآي او اس والأندرويد، وهذا بضمن لك وصول غير محدود لمكتبة أفلام ومسلسلات وموسيقى وألعاب مصغرة. ياسمينة هي المساعدة الذكية المدمجة في تطبيق يانجو بلاي، واللي بتحكي باللغة العربية والإنجليزية لتعزيز تجربة المستخدمين في الترفيه وتقديم المساعدة. صراحة أبليكيشن خيالي، أنا بنصحكم من عندي، أنا جربته، في كمية أشياء مختلفة رائعة. خالد كنت عم تحكي لي عن مجموعة هيك أفلام وأشياء فاصل من اللحظات اللذيذة كمان تبع اللعبة، نسيت شو اسمه، بس أنا عجبني هاشم ماجد. وأنت طبعا مش إنك بتحب اللعبة إلا شوي، يعني خالد لو عليه بضله يحضر اللعبة كل شيء، صراحة من المسلسلات الرائعة صراحة على التلفزيون.